قال عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. وفي طريق أخرى قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. زيادة كل علاقة الله جملة جرير كل عبد الله برزا خوالي لبي أو رجيك مغيريك وري شعباء وفاتي كرت جرير هستا حمدي خواي قوري كردو وكو بلي وتاري چي بو خلق دا فرمي تقوى خواي قوري بكن شريك دا منين وقارو سكينتان هبتا يعني أو جنازة دا دنجريتو دعاي بو بكن دعاي استعفو يعني دعاي لبكن خواي قوري دعاي لخواي بكن عفوي كات انجا فرمي باش اوا من هات ملاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وتمي پیغمبر اخوة من بيعت الددمي لسر اسلام پیغمبر اخوة مرجي چي لسر دانام فرمي بو مرجي اسلامت يكد لي قبول دكام مرجي چي النصح لكل مسلم الله اكبر چن مرجي چي قرسة وقرنجة فرمي بو مرجي اسلامت اللي قبول دكام النصح لكل مسلم يعني چي النصح لكل مسلم نصح رأى مش قاريني براك متمان چي فاكو راسو دل صوز بي بوهم مسلمانك والله اگر وابين او مرججي بجيكين بو اسلامتي كمان تواو بي لما قبول بي كومالقا منزور كومالقاي چي ارام بختور دبي النصح لكل مسلم يعني تو لقال هم مسلمانك راس با فاك بدل صوز با خيرت بوي بي تزاني چن كومالقاي چي خوش دبي ام دلت إلا من أتى الله بقلب سليم روجي قيامة دلت سلامة برامبر مسلمانان غل وحقد وغشي تدانية النصح لكل مسلم من راس من لقالهم مسلمانان باق بي لقالهم مسلمانان دل صوز بي مسلمانان زور قرينجا برا كيمن بس هو معناه هو نيكا توبا غلطنا لي غلط بمنكرنا لي منكر ببدعنا لي بدعا نانا أمر بشاكبك نهي لخربك أما التمامي نصحكيا كآموش قاري لقلبي بلي دي قد دي كواتا براي من يستاكا في غمري إخوة لي ربوا عليه الصلاة والسلام توب لي في غمري إخوة دمي بيعت بي بدم لسر إسلام أويش بيت بلي مرجم لسرتي مرجكتشيا النصح لكل مسلم بويم برايم خم رحمتي يا اخواتان لبي المسلم يا اخو المسلم مسلمان براي مسلمان كاكا والله هرشي مسلمان لسروي زويده بيب براي اخوتي بزاني كوملا يقرتوه بزوت نوايا صوفيا اشعريه ما تريديه نايبني يچيتيه بارتيه تشيا مسلمانه بالي براتا مسلمانه براتا اگر لاسلام چوت درو وكافر ودتواني بيبلي كافر بولاي اخوا بلغت بيا تو برامنيه اجيناها مي براته وريابا او والله ما قرسه بلام دي لمود هذا لين برامانه كنا غصب على سرمان بلي براته المسلم اخو المسلم ايه بو تو ونابه ها اي تشيتر النصح لكل مسلم استا اوانيك من برامانن بو هر يچك لوانه دبي تو راز بي ودل صوص بي وباك بي لغلي بو هر يچك لوانه اخر ما بدعتك اما غلطك اما بلا بلا بدعتك في بلاكك الاخوات ترسوا بدعيه ميكا او غلطه ميكا بلا مراز بلا قلي انجا امر بچاك كردني ابراهيم مسلمانك غلطه ونهي لمنكر كردني او دل صوزي وراستي لا قلي يا تشاقوشي كردن كاميان اموش غاري كردنك وانيه اي بلا براما من خير بويدي بوي بيدلم كاكا هاور مكا غيري اخوا برا بدعمك تفرق مني ومن خير بويدي من دمينة شيء تدوزة خوا أجينا أجر خير بويني ورازنا من لقالي دلهم شون كردواري دل جاربة جهنم ده يا الله خواب شيء تجنم واقم شيء من نا من رازنا من لقالت خوش من دوي شاكم بتو دوي دل صوز بتو ويبي دلهم كاكا بيدعمك كاكا شريك مكا خرافة مكا تفرق مكا فلان شتم مكا فلان شتم مكا كواتا أجمع لو مرجب زور قرصة بو همو مسلمانك بعد دل صوز بين بعد راز بين بعد قاق بين لقالي و آموزگاری خیرش من همی بجوری تو آنها. انجا دفتر می ل ریوایت که تر دبیعت مبی قمری خواهد علی صلی الله علیه و سلم نوش کردن و لسر زکات دان لسر چی تریش و النصحی لكل مسلم. یعنی چند جوری ام خاله لقل نوش و لقل زکات باسی کرد و پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم.